مساء الخير طبعا يا هدير، ومش عايز اقول لك انه الاجواء، بس انا ما اعرفش يعني حظي دايما جاي مع بايتس باي ذا سي، او يعني المهرجان بتاع الاكل، وبقيت اتكلم على الموضوع تبقى كتير. تبقى اكيل يا محمود. بالظبط، فهي دي شددني الموضوع جدا، لانه مختلف وفعلا بيدي طابع العالميه الانترناشونال، وفكره ان في اكلات مختلفه. كان نفسي ابقى متواجد وموجود عشان انا ادوق وانا ذواقه يعني، بس خلاص يعني ما استعنوش بيا السنه دي، ممكن السنه الجايه. لكن طبعا دي حاجه مشرفه جدا، وده اللي ممكن يشد. ودايما كنا بنتكلم ان لما تبقى الفعاليات مختلفه ومتنوعه زي ما بتقولي، مش بس على زي ما بنقول الديموغرافيه، فكره انه اعمار مختلفه، كمان جنسيات مختلفه، لانه هتبقى فيه الاكلات المختلفه اللي زي ما انت بتقولي بشيفات عالميه وموجودين. فدي طبعا حاجه بتستمر لسنين طويله. لما تبقى فيه ناس قدمت ده، هيجي شيف في السنه الجايه هيبقى عايز يقدم الاكله دي او البلد دي. فأظن دي حاجة مشرفة وكبيرة جدا جدا جدا. دي نقطة طبعا كانت من النقط المختلفة. كمان التنوع ده حصل في طبعا النجمة الجزائرية سعاد ماسي، وفرقة المصرية الكبيرة مسار إجباري وحمزة نمرة. يعني أظن تنوع كمان في نوع المزيكا، تنوع في الجنسيات المختلفة. التنوع هو سمة غالبة في مهرجان العالمين اللي بيديله طابع، مش بس أنا دلوقتي بقول على مستوى الشرق الأوسط، أنا بقدر أقول إن إحنا الحمد لله ده مهرجان عالمي، وإن شاء الله يفضل مكمل للعالمية، ونستغل ده في كل الـ 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 الأجواء المختلفة دي. ولو تقول لنا كمان، أنا يعني عارف إنك اديتي زي رابب أو يعني مختصر على اللي حصل، لكن صدى ده إيه كان امبارح من الشباب خصوصا؟ أنا عارف هما بيحبوا مزيكة مسار إجباري، بيحبوا حمزة نمرة، سعاد ماسي طبعا. فلو الأجواء كانت عاملة إزاي؟ طبعا يا محمود، انت قلت نقطة مهمة جدا عن مسألة انه نتعدى حدود المكان اللي احنا موجودين فيه ويوصل المهرجان للعالمية، ويمكن دي الهدف الأهم من مهرجان العالمين، مسألة الترويج السياحي بره حدود بلدنا. يمكن احنا كمصريين نعي تماما أهمية الساحل الشمالي وحلاوة الساحل الشمالي، وبنفخر دايما انه بنمتلك مدينة ساحرة بالشكل ده. لكن كيف تقدم للعالم؟ دي كانت نقطة مهمة جدا تمت الحقيقة بتخطيط ورؤية ثاقبة من خلال مهرجان العالمين. كل الناس دلوقتي، كل الزوار تتحدث بلغة مختلفة. السمعة الدولية لمدينة العالمين اختلفت، الصورة بقت مبهرة، والحقيقة الواحد يعني قلبه بيتشرح لما بيسمع الكلام ده من العرب ومن الأجانب اللي بيزوروا المدينة وبيروحوا. طبعا أكيد أنت عارف، كل السادة مشاهدين بيروحوا وجهات تانية كتير على ساحل البحر المتوسط، لكن إزاي بيتحدثوا عن حلاوة وجمال مدينة العالمين والساحل الشمالي بشكل عام، وإنه يعني بعد كده إحنا مش هنروح الوجهة دي ولا الوجهة دي، إحنا هنتجه على العالمين والساحل الشمالي. فالحقيقة هنا بتحس إن المجهود والتخطيط اللي بيتعمل يعني بيكون في محله وبيلاقي صدى عالميا، وده مهم جدا يا محمود. فنقطة مهمة، وأعتقد إن نجحت الشركة المتحدة بشكل كبير في تصدير هذه الصورة الحقيقية والمبهجة، والصورة يعني استثمارية ناجحة بشكل كبير عن مدينة العالمين. يعني فكرة ان انت هتيجي مكان وتتبسط وفي نفس الوقت تستثمر فلوسك فيه بشكل ناجح جدا. ويمكن كان احد رجال الاعمال، ودي كلمة ما انساهاش، بيتكلم على انه الساحل الشمالي يعني بحجم الاستثمارات اللي فيه ما شافهاش في حتة تانية في العالم. فالحقيقة ده فخر لينا كلنا كمصريين ان احنا نمتلك مدينة زي العالمين، فواجب علينا انها تقدم بهذه الصوره. وده الحقيقه انا شايفاه بيقدم بشكل كبير من خلال النسخه الاستثنائيه في مهرجان العالمين. ويمكن يا محمود انت تحدثت كمان عن مساله التنوع الثقافي والتنوع الطربي اللي حصل في الحفلات، وده بيكون صدى واسع جدا على الجمهور. من لما اقدم حفله فيها اغاني جزائريه، لبنانيه، فلسطينيه، مصريه، يعني متخيل الصدى ده عند الجمهور عامل ازاي؟ مساله بايت باي ذا سي، ودي نقطه مهمه جدا، لان انه كمان فكره انه احنا بنحفظ البلاد اللي بنزورها كتير بالاكل، بنفتكرها باكلات، بتكون عايز تزور بلد علشان تاكل اكله معينه. فحفظنا على هويتنا المصريه من خلال فعاليات زي دي، وفي نفس الوقت دمج باقي الثقافات مع ثقافات المصريه، نقطه مهمه جدا الحقيقه، وتفكير صائب جدا من القائمين على تنظيم هذه النسخه في مهرجان العالمين.